كل عيد بتسجل هاتسجل بارك عليك تمشين امال انت دار وهذه دار ورخص فرح امو خان غلا ليش امو سكين الله يتقبل من الجميع. الظروف صعيبة شوية على الساكنة المغربية ولكن الحمد لله على كل حال نتيجة كيف كيقولوا الانفلاسيون كاين الثمن طالع ولكن احنا ما غنحتجوش على هذه الحمد لله على كل حال. حوالا واخا كاينة السلعة كاينة السلعة في السواق هنا في البطوار هاي باقا كاين اللي يقول لك ما كايناش السلعة السلعة هي باقا والأثمنة راه الوقت غالي الله يحسن العون. الكيلو السردية دايره 60 درهم والبرقية دايره 55 درهم وعلى حساب كل محلة عاوتاني واش ناوي دير لها. بالنسبة لحنا عندنا البطوار هنا المجازر القديمة كلشي الكيلو ما كاينش المعاينة ولا شي كدوز زوينه عندنا فاخر هنايا فاخر شوا 160 واخا شويه غالي العام بصله شاهيه كاينه شي الشعير بصله شاهيه على كل ديالنا نصوب ريباراتو ديالنا نصوب عندك انا والصديق ديالي كنمضيو الناس هنا ولاد عين السبع وهادي كنخدموا معاهم وكيجيو حتى ناس برانيين كنمضيو لهم الناس على حساب حيت كنمضيو لهم الناس مزيانين وداكشي راس الحياة مبروك عيدك الله يبارك فيك سميتي مهدي مبروك عواشركم مرحبا بكم عندنا شنو كدير دابا دابا اختي هذه مناسبه تنبغيو نبرو على راسنا شي نشوطو الراس لجيراننا اللي عنده ينشوطو ليه اللي ما عندوش يشوطو ليه وغادي هكاك نتمنوا الناس الخير داك وكنبارك عواشرهم اي غير الوطن غير هادي احنا كنشوطوا وكنديروا كلشي ديالو جيبه ديالنا اللي كنشوطوا فيها وكنفرحوا وكيفرحوا الناس معنا وكيتعاونوا معنا الناس